بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه 10 حقائق عن الزواج والموت المبكر. الحقيقة عنوان غريب، ولكن أنا أحببت أن يعني أبلغكم بهذه الدراسات العلمية التي قرأتها مؤخرا على موقع جامعة هارفارد. جامعة هارفارد صنفت على أنها الجامعة رقم 1 من حيث جودة التعليم ومصداقية الأبحاث العلمية التي تنشرها، لذلك هذه 10 حقائق موجودة على موقعهم لمن أحب أن يطلع ويتأكد. أيها الأحبة، الحقيقة العريضة والمؤكدة بنسبة 100% نتيجة دراسة أجريت على 10,000 من المتزوجين، بيّنت طبعا وغير المتزوجين، بيّنت أن المتزوج أقل عرضة للموت المبكر من غير المتزوج. انتبهوا أيها الأحبة، هذه دعوة لمن يؤخر الزواج ويؤخر ويؤخر، والعمر يمضي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالزواج المبكر: إذا أتاكم أو جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لآباء البنات أو لأهل النساء. وبالنسبة للشباب أيضا دعاهم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن النبي كان يهتم جدا بموضوع الزواج. لماذا؟ حقيقة أنا أعتقد أنه أدرك هذه الفوائد، الله هو الذي علمه طبعا. أيها الأحبة، لم يكن عليه الصلاة والسلام بحاجة لجامعات عالمية ولأبحاث ويموت آلاف الناس أثناء هذه الدراسات ثم يستنتج، لا، علمه شديد القوى. النبي كان لديه هذه المعلومات، ولكن أعطانا النتيجة النهائية، أمر بالزواج، بل نهى من عزف عن الزواج، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. تبرأ منه. تصوروا إلى أي مدى. ذلك الرجل الذي قال: أنا لا أتزوج النساء، قال، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. تبرأ منه. شيء خطير أيها الأحبة. لذلك جامعة هارفارد تقول إن الإنسان المتزوج أقل عرضة للموت المبكر. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن القلب والشرايين وأجهزة الجسد تكون في حالة أفضل خلال الزواج. طيب، البروفيسور هوارد فريدمان، أستاذ علم النفس في جامعة كاليفورنيا ومؤلف كتاب مشروع طول العمر، لديه كتاب يتحدث فيه عن أهم العوامل التي تساهم في طول العمر. طبعا نحن نعلم أن العمر محدود والأجل محدود، ولكن هناك أسباب، يعني الموت لا يأتي عبثا، له أسباب قدرها الله. نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم الموت. إذن الموت نظام مقدر بين البشر. يقول هذا البروفيسور فريدمان إن الروابط الاجتماعية تساهم كثيرا في طول العمر، وعلى رأسها الزواج. الزواج رقم 1، أي علاقة اجتماعية. لذلك القرآن لا يقول: يا أيها المؤمن، دائما يا أيها الذين آمنوا. لاحظوا، دائما القرآن يعني ينادي بالجماعة، بالتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. القرآن ينادي بالتآلف، بالمحبة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الإيثار، فليعفوا وليصفحوا، عفوا عن الناس، الصبر على أذى الآخرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. لذلك القرآن كله يحثك على الحياة الاجتماعية. لماذا؟ لأنها فيها سلامة للقلب وفيها طول عمر. إذن الحقيقة الأولى أن المتزوج أقل عرضة للموت المبكر. الحقيقة الثانية حسب البروفيسور فريدمان، الزواج يساهم في طول العمر، يعني من أهم العلاقات الاجتماعية الزواج، يساهم في طول العمر بشكل كبير. طبعا النتيجة الثالثة من موقع جامعة هارفارد، دراسة أجريت على أكثر من 127,000 شخص، دراسة عالمية كبرى،
تبين أن المتزوجين يتمتعون بصحة نفسية وجسدية أفضل. يعني لو أخذنا المؤشر العام 127,000، تقريبا نصفه متزوجون ونصفه غير متزوج تقريبا على ما أعتقد. دائما تأتي المؤشرات بالنسبة للمتزوجين، ضغط الدم، السكر، الكذا، الاكتئاب، غير ذلك، كلها تأتي أفضل من غير المتزوج دائما. هذه الحقيقة الثالثة. الحقيقة الرابعة أيها الأحبة، دراسة يابانية، طبعا هذا الكلام موجود على موقع جامعة هارفارد، تقول إن غير المتزوج أكثر عرضة للموت المفاجئ أو المبكر بثلاثة أضعاف، طبعا نتيجة أمراض القلب. إذن القلب أكثر جهاز يتأثر بعدم الزواج. عندما يعني أنا أنادي الشباب، عندما تقول سأؤجل وأؤخر إذا لم يكن لديك عذر يعني، وسأنتظر وكذا وكذا، فأنت اعلم أنك تعرض نفسك بنسبة ثلاثة أضعاف لما يسمى بالموت المفاجئ أو المبكر نتيجة توقف عضلة القلب. الحقيقة الخامسة، حسب جامعة هارفارد، تقول إن الزواج الجيد المستقر هو أقوى وسيلة لحماية القلب، حمايته من الجلطات والنوبات القلبية، على عكس الزواج السيء المليء بالشحناء والبغضاء والمشاكل. ولكن على الرغم من ذلك يفضل يبقى أفضل ممن لا يتزوج. الحقيقة السادسة، يعني أنا حقيقة أتوقع أنها مفاجئة، أن الزواج يحمي من السرطان، وبخاصة يتحدثون عن الزواج الجيد، يعني العلاقات الطيبة بين الزوجين. نحن لدينا في القرآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة، هذه المودة والرحمة، أنت كزوج ينبغي أن تعمل على تنمية المودة والرحمة، تترك الخلافات، تترك الأمور المادية، اترك مشاكل الأهل والأولاد، اعمل على تنمية الجانب العاطفي، الجانب الحب والعاطفة والمودة والرحمة. هذا الجانب هو الذي يحميك ويحمي قلبك. يعني هذا بعض الأزواج فعلا لديهم سذاجة في التفكير، يقول أنا أريد أن أسيطر ولو يعني وأضغط وكذا لكي أفرض شخصيتي إلى آخره طبعا، ويوتر نفسه ولا يعلم أنه يؤذي قلبه. على العكس، التسامح، العفو، الصبر هو أقوى وسيلة لحماية قلبك من النوبات القاتلة. هذا الكلام تقوله جامعة هارفارد. إذن الحقيقة السادسة، أن الزواج يحمي من السرطان. الحقيقة السابعة، الزواج يحميك من الاكتئاب. يعني الاكتئاب عكس السعادة، تريد السعادة عليك بالزواج. الحقيقة الثامنة، وقد وجدت بشكل فعلي حقيقة في أكثر من دراسة، أن الزواج يقلل خطر الإصابة بالزهايمر أو الخرف أو فقدان الذاكرة أو تلف جزء مهم من خلايا الدماغ. يعني عندما تتزوج أنت ليس فقط تحمي قلبك وتحافظ على أجهزة الجسد، بل تحمي خلايا دماغك في الكبر أيضا. يعني أنت بحاجة لهذه الخلايا تبقى تعمل لكي لا تصاب بالزهايمر. الزهايمر يحدث نتيجة إصابة جزء مهم من الخلايا في الدماغ، فتتعطل هذه الخلايا وتتعطل بعض وظائف الذاكرة وغيرها، وبالتالي تصبح الحياة تعيسة جدا. يعني الزواج يحميك من الزهايمر. الحقيقة التاسعة، أنا الحقيقة أول مرة يعني أقرأها، أو يعني على موقع جامعة هارفارد، أنا قرأتها على في عدة دراسات، ولكن هذه الجامعة تذكر أن الزواج يساهم في تنظيم نسبة السكر في الدم. علاقة غريبة يعني. لذلك نجد أن الإنسان المتزوج أقل عرضة،
طبعا إذا قارناه بغير المتزوج الذي عزف عن الزواج لنأخذ النسبة المئوية فنجد أنه أقل عرضة، طبعا مع مراعاة النظام الغذائي والعادات وغير ذلك نجد أنه أقل عرضة للإصابة بسكر أو بالسكري أو ارتفاع سكر الدم. الحقيقة العاشرة والمهمة يعني أختم بها، مفيدة اليوم في عصر يعني كورونا ونحن بحاجة لتنشيط النظام المناعي. هناك الكل يبحث عن تقوية وتنشيط النظام المناعي لمواجهة الوباء، لمواجهة الأمراض، لمواجهة الفيروسات. الزواج ينشط النظام المناعي، وهذا الكلام حسب جامعة هارفارد وكثير من الدراسات طبعا. لذلك أحبتي في الله، بالله عليكم أنا أود أن أسأل كل إنسان يعني استمع إلى هذه الحقائق، هل هذا النبي الكريم عندما أمرنا بالزواج ورغب بذلك واعتبره سنة من سننه عليه الصلاة والسلام، بل تبرأ ممن يعرض عن هذه السنة، هل يريد لنا الخير؟ إذن دعوة لكل إنسان يشك بتعاليم هذا النبي، نقول له النبي يريد لك الخير، لماذا تعرض عن تعاليمه؟ والله أيها الأحبة لو أن الملحدين طبقوا تعاليم هذا النبي لفازوا بسعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.